حزمة جديدة غير مسبوقة من برامج دعم البحرينيين في القطاع الخاص قدمتها وزارة العمل بالتعاون مع تمكين وعقدت مؤتمر صحفي لهذه الغاية. كاميرا الأيام كانت حاضرة لتنقل لكم التفاصيل. هذا هو الهدف الأساسي، دمج الناس في سوق العمل. لذلك نأمل إن شاء الله من الشباب أن ينوع الفرص، ينوع الخيارات، الإقبال على التعليم، الإقبال على الفرص الجيدة، الإقبال على فرص التعليم الجيدة، تحقيق منجزات أكبر في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كل هذه لها تأثير مباشر وغير مباشر على نجاحنا في تخفيض مستمر لنسبة البطالة. طبعا هناك كثير من المبادرات اللي تم تطويرها وتحسينها. عندنا هناك تم مراجعة البرنامج الوطني للتوظيف وزيادة الدعم فيه بمقدار 50 دينار لكل وظيفة ولكل ليفل منهم، فخريجين الثانوية، خريجين الدبلوم، خريجين البكالوريوس بيتم دعمهم بزيادة وقدرها 50 دينار بحريني. كذلك عندنا البرامج المختلفة من التطور الوظيفي واللي بيتم فيها دعم زيادة الأجور لفترة 24 شهر، يتم توصل الحد الأقصى للدعم 300 دينار.